السلام عليكم بنات كديرين، لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللي كيشوفني اول مره انا حسناء مدينه خنيفرة. اللي عجبتك القناه وعجبك المحتوى ما ترديش انك تشتركي وتفعلي الجرس باش هكا ديما توصلوا بالجديد. البنات فيديو ديال اليوم فيديو جديد فيه قنيدرات باثمنه جد مناسبه، واللي زوين في هذا الفيديو هذا كاينين جليبات ديال دو بياس 400 درهم البنات، اي جليبات دو بياس 400 درهم. بالنسبه لهادو لحقاش ما بقاوش عندي اللوينات اللي كانوا في الفيديو اللي فات، شي وحده الناس كيعايروا ويسبوا. البنات عافاكم الله يستر عليكم، اللي بغات تشيلون غدا الصباح تواصل معايا، ما تقصوش حتى لغد ليه ولا حتى العشيه. لان شوفوا مثلا انا عندي واحد الكونتيتي غنسبق هذوك اللي ناضوا مساكن ودوزوا الكوموند بكري ومشات للبنكه ودوزت لي الفلوس ولا المهم دارت مجهود على وحده قصتها العشيه مثلا عاد صيفطت لي. المهم ما ديروهاش من نقل الصواب، غنحاول اني نضرب لكم في هذا الفيديو. البنات اللي كنت كنوريكم خضر ملكي وتنقول لكم راه تيجي تيحمق تقولي لا لا ما تيعجبناش، ها انتم خليكم مع الفيديو تشوفوا كيفاش كيجي. هاد القنيدرات هادو كيجيو بالكول كيف ما تقدري طوي الكول بحال هكا، كيجيو كيحمقوا. هانتوما هادو طاي ستوندار فنين 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 ومبردين والثوب راه تيحمق، واللون البنات راه كيما كتشوفوا في لا فيديو، راه ما كاين لا تغيير لا حتى شي حاجه. فنين غادي نصور لكم اللوينات كاملين اللي كاينين، واللي بغى شي حاجه كيف قلت لكم حاولوا البنات عافاكم بغى يطيح، حاولوا البنات ما امكن انكم صيفطوا ليا في هاد الليل يا غدا في الصباح. ندوز دابا اللون الثاني. البنات في اللون الاولاني لبست عليكم زعما سبات طالون هذا، ولكن والو انا راه ما تنقدرش على لي طالون نهائيا، قلت زعما نلبسو مع الطالون باش هكا يبان لكم حتى لي طويله تعرف بلي راه هاد القنيدرات طوالين، ولكن راه والو انا راه رجلي اش ديال الطالون صنادل. المهم نلبسهم لكم دابا مع هاد البليغات. هادو البنات راه كنت حطيت لكم في الفيديو اللي فات كيف قلت لكم راه اللي بغاهم يتواصل معايا يعطيني غير الرقم ديالهم، ومن الاحسن بالغا تزيدوا الميره. المهم هادو فنين وراه متواجدين كاين في هذا الكحل وكاينين في الذهبي والصقلي والبيض. يلا نوريكم هذا الموديل. شوفوا البنات كي جاكم شعري، بزاف منكم قالوا لي واش عاودتوا صبغتي؟ راه ما صبغتوش البنات، اول مره درت لي مش درتهم عندي يسرى اللي كاينه مع اختها ليلى، صراحه صابتهم ليا فنين. دابا راه هبطوا راه عام دابا يمكن تقريبا علينا عام ما صبغت شعري ما حتى شي حاجه. ها نتوما بغاو نمشي عند ليلى هنا في خنيفرة راه كتصاوبهم فنين صراحه. المهم نوريكم دابا اللون الثاني، هذا موف البنات، كاين هذا الموف هذا وكاين واحد الموف واحد اخر فنين 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 كيحمقوا كيحمقوا هاد القنيدرات، وكاين حتى ديال الخلاله غير خليكم معايا ما يجيكمش الملل. لبست لكم دابا هذه ديال الخلاله، هذا اللون داك اللون ترابي كيحمق. بغيت غير نشوفكم هذوك اللي كنت كنوريكم الالوان تقول لي لا ما بغيناهمش بغينا الالوان الاخرين. شوفوا لي كيفاش داير هذا كيحمق، نحاول نهبط هانتوما. هادو البنات راه ما كيجيوش طوال بزاف راه قصيصرين، انا راه كندير رجلي هكا باش ما يبانوش عاوتاني قصار، اما هما راه قصار هانتوما شفتوا كزوين. كاين في الزرق ملكي كما كتشوفوا، ملي كنحاول نبعد ونعاود نقرب باش تشوفوا اللوينات كيفاش دايرين. ما وريتكمش الخلاله من البنات اللي جداد. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مع الفيديوهات الاخرى، الهلا يخطيكم عليا والله يسهل عليكم. واللي مازال ما دخلاتش عندي الانستغرام دخل عندي، راني كنخلي رابط في صندوق الوصف. مرحبا بكم، واللي خدات شي جليبه ولا شي قنيدره صيفط لي هكا التصويره غير من هنا بلا ما توريو كاع وجهكم، ما بغيتوش غير طاقيني شوف كيفاش جاتها. المهم مرحبا بكم. كاين هذا اللوين كيجي مع لي مش غبال، هذا اللون كيحمق. شوفوا هادو البنات من ديال الكول اللي كيجيو طويلين، هادو شفتو طوالين، والثوب يا سلام هادو فيهم الثوب كيحمق. الموديل البنات كنت صورته لكم في رمضان، بقات لي منه حبه وحده فقط، يعني انا يلاه مكومونديا الثوب وهاد الهليبات الا هما وصلوني راني غنخدم عليهم لي كوموند، يعني على حسب الطول ديال كل وحده، لان انا كنقصو كناخذو الطول ديال من هنا لتحت وكنقصو 20 سنتيم هما اللي كنديرو هدوب، يعني هادو كيجيو بالعبار ديال كل وحده وكيفاش بغاتهم. كاين اللي كتبغيهم مقصصرين كاين اللي كتبغي، ولكن راه كيجيو دمار شامل كيحمقوا يا البنات. غادي نحاول نقرب لكم باش تشوفوا من بعد، عفوا ها نتوما شفتوا كيجيو بالهديبات والاناق. هادو البنات كنأكد لكم ان هاد الموديل ما غتلقاوه في حتى شي بلاصه، واتحدى هذا الكرياسيون ديالي انا اللي درت بهاد الثوب هذا، يعني كاينين في موديلات وحدين اخرين بالهدوبات، ولكن هاد الثوب بهاد الهديبات خوه ما غاديش تلقاوه، يعني انا اللي درته. شفتو
كيف قلت لكم كاين في توابات وحدين اخرين في موديلات وحدين اخرين، ولكن في هاد الثوب ما كاينش، كاين غير عند حنا وحده كيجي كيحمق. شفتوا البنات راه كاين عندي في هاد اللون، وكاين عندي في واحد الثوب واحد اخر بحال هذاك الذهبي. دابا نصوروا لكم، يمكن راه بقات بياسه وحده في المحل عند ماما. ندوز دابا الموديلات الاخرين. كاين هاد الشويبيه البنات في الموديل ديال القنيطره ديال الكول اللي كيحمق. طبعا البنات راهم ستوندار، حتى راهم واسعين، شوفوا كيفاش داير واسعين، ولكن هادشي دابا اللي ولا لا مضر، يعني كتجي الحاجه همويه انيقه وسسعه، كتجي مع الضعيفه مع الغليظه مع كلشي. هادو فنين، انا راه تقريبا كنلبس الان، ولكن راه يعني راه واسع عليا، راه تلبس حتى مولات الدوبل اكس ال. نصور لكم هنا لحقاش عندي الاضاءه مجهده انا وسط الدار باش يبان لكم اللون مزيان. كنتمنى البنات ما تقلقوش مني الا تعطلت عليكم في الجواب، ولا الا شي لون ما بقاش، ولا بحال البارح واحد السيده الله يذكرها بخير قالت لي الله يعطيك العز، اما الدل راه كيفيه. علاش؟ لحقاش سولتني على واحد اللون قلت لها ما كاينش، قالت لي بغيتي نتاكد انت نصابه وانت هادي، على اساس ان النصب، انا اللي كنعرف النصب هو ملي كتهضر مع شي واحد وكتطلب منه واحد المونطون ديال الفلوس وكيصيفطو لك، ومن بعد كتبلوكي، هذاك هو النصب. اولا ملي كتصيفطو شي حاجه اللي ما هياش، اولا ما كتصيفطو شي حجر ولا. اما الا سولتيني على شي حاجه وقلت لك اختي راه ما بقاش وغدا غنزلو فيديو جديد، ماشي هذا هو النصب. في الحين اش دارت؟ عندي النمره ديالها وعندي كلشي، وعندي لي زوديو ديالها، عندي كلشي، ما خلات خنيفره غير اللي نساتو في الخنيفريات وفي الشلحات وفي كلشي غير اللي نسات. انا كنت بارطاجيها في الفيسبوك وفي الواتساب وفي الانستغرام وكلشي باش الشلحات يديروا معاها الواجب. المهم بقات عليا خنيفره ما كاينهش كاع في الخريطه، وانتم الشلوح تاع العربيه ما عندكم مسكده، مع ان هي مشات لفرنسا واحد العامين ولا تلفات لها قال لك العربيه. شنقول لك؟ التربيه راه شي حاجه زوينه، الاسلوب الحسن حتى هو شي حاجه زوينه ومخيره، ولكن انت ما غاديش تعرفي ليه لحقاش انت اللي ما مربياش. وانا الحمد لله المعيار ما كيلصقش فيا، الحمد لله السمعه ديالي الناس كلشي عارفاها، تعاملت مع الحمد لله راه المئات ديال الناس، عمر ربي ما حشمني مع شي حد، وعمر ربي ان شاء الله باذن الله ما غادي يحشمني مع شي حد. هذه كانت غير بين قوسين، وتحيه للشلحات فين ما كنتو، تحيه للشلحات وتحيه للعربيات اللي تيحماقوا على الشلحات. الناس راه منين كازاوا خريبكا بجعد فاسا كلشي تيتواصلوا معايا وتيحماقوا على جليباتنا، وتيحماقوا على البلاغي ديالنا، وتيحماقوا على القنيطرات ديال الخنجر، وتيحماقوا على خنيفره بواحد الطريقه غريبه، وتحنا كنحماقوا عليهم. وانا من الناس اللي كنمشيو ندوزو الكونجياز في المدن الاخرين. المهم هذه بين قوسين، نكملوا اللوينات الاخرين. ما تنساوش البنات راه داير لكم في هذا الفيديو جليبات دو بياس، يعني بالقميص تقدري تلبسي القميص، تقدري تلبسي الفوقاني، الثمن غير 400 درهم. فولية على لون البنات، الدمار الشامل. البنات عافاكم، اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا يا اليوم يا غدا في الصباح ماكسيموم. علاش؟ لحقاش راه البياسات ما كيبقاوش، وكنتو تسمعوا الهضره. وحتى اللي بغى بالجمله مرحبا على راسي وعيني. شفتوا؟ هادشي كتباني انيقه وزوينه وكيوت، خصوصا ان هاد ليليدات ما طوالش، هي ما طوالش يعني تشقي بهم في داك تستقبلي ضياف كلشي وانت فيه كامل وابها حله. يلا البنات ندوزو دابا الموديلات الاخرين. بالنسبه لهاد اللون الترابي حتى هو غنختم به اللوينات اللي في القندوره الخلاله، ولكن ان شاء الله غادي نوفر لكم اللوينات كاملين من بعد، حتى دوك اللوان اللي ما بقاوش بحال الغوز بحال الاحمر بحال، المهم اللوينات كاملين. حتى الكيمونو الكحل البنات راه كنوجدوا فيه، المهم غير تسناونا وصبروا علينا الله يستر عليكم، غير ما تقلقوش صبروا علينا. المهم هاد انا كاع الالوان كيحمقوني، كنلبس هاد الترابيين كيعجبوني، كنلبس هادوك الالوان المشعشعين تيعجبوني، كلشي كيعجبني. المهم بغيتكم تقولوا لي في لي كومونتير شنو هو احسن لون تيجي معايا، بحكم انكم كتشوفوني دابا بكاع الالوان. دابا وقيله البنات ندوز لكم لواحد الكسيوات ديال النمر اللي كنت درت معكم في واحد الفيديوهات ديال رمضان، وندوزو مباشره للجديد. النمر هو الذي لا يموت. هادو بالهدوب القصار البنات كنت درتهم معكم بجويب، وهادو بلا جيب كيجيو فنين، كاين اللي كيبغيهم طوال وكاين اللي كيبغيهم قصار. بحال هاد الموديل هذا شي شويه قصير على اليدين ولا في الطول ديالو، غادي نحاول نهبط هكا باش تشوفوا مزيان. هانتوما هادي شي شويه قصيره بالهدوب من الجناب ومن هنا، ولكن راه كتجي ماشي غير انيقه كتجي فنه. هادو البنات كنخدموهم بالعبار، يعني هادو انت كتقولي شحال كتلبسي في الصدر من تحت الباط لتحت الباط، والطول ديالهم كنخدموهم لك بالكوموند الحبيبه ديالي، ولكن راه زوينين صافي. دابا بركه من الجرجير غادي ندوزو مباشره للجليبات. نعاود ناكد عليكم اللي عجباتو شي حاجه صيفط لنا غير سكرين واتساب، مرحبا بكم، عافاكم عافاكم ما تصونيوش ابل، غير صيفطوا لي غير سكرين موديل اللي بغيتو ومرحبا بكم صافي. يلا ندوز دابا الجليبات. اول موديل البنات لبست لكم غير الفوقاني باش تفهموا بعدا الجلابه كيفاش دايره وكيفاش كتلبس بوحديتها، عاد لبسها لكم مع القميص باش تفهموا، لان هذه كتلبس على جوج لبسات. هانتوما
على ثلاثة ديال اللبسات، يعني نقدروا نلبسوا القميص جلابة بوحدها، نقدروا نلبسوا القميص بوحديتو، ونقدروا نلبسوهم بجوج بهم. جلابة كتجي هكا لون في اللون، عندي فيها اللوينات. غير كنعاود نأكد راه ما عنديش كونتيتي اللي غتلبس المغرب كامل واوروبا، عندي كونتيتي اللي غتلبس المعقول، في حدود المعقول. حتى شي قط ما كيهرب من دار العرس، ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. قررت ندعي لكم بالادعيه كامل. المهم البنات ارخفوا عليا، كيف قلت لكم هذه هي جليبه توب، راكم كتشوفوا كيفاش داير، طايح غزال فن خفيف، خياطه خفيفه نص ثوق عقيدات جبليه كما كتشوفوا. دابا غادي نلبس لكم القميص ديالها بوحديتو، وغادي من بعد غنلبسها لكم بجوج، باش من بعد نبقى نوريكم غير موديلات هكا ملبوسين. يلا خليكم معايا. ثم البنات هذا هو القميص ديالها خفيف، هذا البنات راه ماشي بيض، هذا بحال تقولوا سماوي بارد، ومخدوم هكا بالغوز كما كتشوفوا، طريزه خفيفه من هنا، جلابه خفيفه ولكن انيقه وزوينه. كلشي لبس اختي هكا، جايين تحتاني كتيفات واقفين البنات، راه حتى الجلابه اللي كنت دايره انا دو بياس الكتاف ديالها واقفين، ماشي جبلي باش كتجي هكا مجموعه، ولكن باش ما كتجيش مخنشه، لان البنان في التحتاني جبلي والفوقاني جبلي، كيتجمع داكشي هنايا، خاص هذا يكون مجموع عليك والاخر عاد فوق منه. حاجه وحده اخرى، هادو دابا دايرينهم شويه طويولين، انتيا ملي تواصلي معايا ملي زعما تبغي تكوموندي غتقولي لي واش نخلي لك هذا طويل ولا نقصوا لك على قد الجلابه، يكون قد الجلابه نيشان. دابا غادي نلبس لكم جلابه فوق من هذا باش تفهموا الشكل. يلا خليكم معايا. ها نتوما البنات هكا كتجي جليبه، كتجي فنه همويه، كيبانوا هكا الطريزات من هنا وكيبانوا هنا. كيف قلت لكم الطول كيبقى اختيار كل وحده، تقول لي القياس ديال الطول ديالها. غادي عندي شي شيرلان البنات سولدي بروموسيون 60 درهم الاغلى على مسكين. حاجه واحده اخرى بالنسبه للتوصيل البنات، الا خديتي بياسه وحده توصيل 40 درهم، ولكن الا خديتي جوج بياسات توصيل 20 درهم، والا خديتي اكثر من جوج بياسات توصيل فابور فين ما كنتي في المغرب توصلك حتى لعندك. صافي البنات، يعني ولو تاخدي غير شال وجلابه ولا شال وقندوره ولا اي حاجه، يعني كتعتبر جوج بياسات. ايوا دابا البنات غادي نشوف شي شال يجي مع هاد الجلابه ونوريكم الموديلات الاخرين. يلا خليكم معايا. ها هو الشال البنات، شوفوا حمق وخفيف، لاصقته مع هاد الجليبه. و هانتي لابسه الجلابه، وكيف قلت لكم الطول كيبقى اختياري، ما عليكم تقولوا لي غير شحال كتلبسوا في القفطان من تحت الباط لتحت الباط، باش هكا يجيكم يعني تجي الجليبه نيشان. فوقاني راه واسع ولكن تحتاني كتيفات واقفين. الشيلان 60 درهم فقط. يلا خليكم معايا ندوزو الموديلات الاخرين. الموديل الثاني هو هذا الخضر ملكي البنات، نفس البصاله نفس كل شيء، القفيطين ها نتوما كما كتشوفوه بالطريزه، والفوقاني خفيفه هكا بنص نص ثوق بالعقيدات، ونسقتو مع هذا الشال هذا اللي في المخيط درتا هو. ها نتوما كيف قلت لكم كنعاود ناكد، اللي بغى شي حاجه صيفط ليا غير سكرين توصيل لجميع المدن فين ما كنتي. خديتي اكثر من ثلاثه ديال البياسات توصل فابور، خديتي جوج بياسات توصل غير 20 درهم. جات فنه ربوش، ما جاتش فنه والله الا جات فنه. شوف زوين، ها تشوفوا لي هاد لورانج مع الزيتي كيجا كيحمق. شوف شوف جا فن 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 فن، والثوب كيحمق، وتقدري تستغلي الجليبه الفوقانيه، تقدري تستغلي القميص التحتاني، جا زوين بزاف. وكيف قلت لكم كنعاود ناكد، انا حاليا راني مخليه القميص طويل على الجلابه، ولكن اللي بغى ينقصو انا نوريكم كيفاش دايره ليه، باش اللي بغى ينقصو نرد ليه التحتاني قد الفوقاني. ها انتم شفتوا، باش من بعد اللي بغى نقص ليه نقص ليه، مخليه القميص يعني بحال قميص نيت، باش هكا كل واحد يديروا ليه على حسب الطول ديالو. ولكن جلابه فنه. باش ندير هكا شال ليموني ولا خضر، نسقسو مع هذا فيه القهوي، وهنا في الجناب لورانج والبيستاج، داكشي زعما رابيل ديال هاد اللوينات اللي في الجلابه. شال خفيف، الثوب ديالو رقيق وخفيف وديال هاد الحراره هادي، شوفوا تناسق الالوان كيفاش جا زوين بزاف. قولي البنات هاد الترابي هذا، بغيت نقول لكم باللي الترابي كيتناسق مع جميع الالوان، يعني راني غندير لكم هكا في واحد الموديل واحد اخر مطروزين بالكاتفيل وداكشي زوين هكايا، كله بالالوان، كل زعما كل جلابه في لون وتا هما بشكل واحد اخر، المهم بواحد الطريقه واحد اخرى. القميص التحتاني في البلوغوا مطروسه هو بالباج، جلابه انيقه جدا جدا، غير ما لقيتش هنا دابا شي شال نشوف في المحل. المهم البنات بغيت نقول لكم راه مازال عندي بزاف الالوان وبزاف الاشكال وبزاف ديال الموديلات وبزاف ديال القنيطرات، ان شاء الله غادي يوجدوا لنا وغنبارطاجيهم معكم.
غير صبروا عليا، واللي فرطقوا شي حاجه غادي يشدها. ما تقلقوش عليا، كيف قلت لكم هادشي اللي غنحط لكم، اللي عجبتو شي حاجه يصيفط لي غير سكرين، وخليو لي بزاف ديال اللايكات باش تشجعوني. يلاه تهلاو فراسكم، ما نزيدش نطول عليكم لا فيديو، حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، والله الا سخرت حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نعاود نحط لكم موديلات وحدين اخرين. يلاه باي باي.